بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم رامي من قناة رامي عزت. درس جديد إن شاء الله من كورس الدروب شيبنج من علي إكسبريس إلى متجر ووكوميرس. في الدرس الماضي تابعنا مع بعض شرح عمل تيستيمونيالز لمتجر الووكوميرس اللي هو آراء العملاء. ده المثال اللي إحنا كنا بنطبق عليه عشان نبقى زيه، وده اللي إحنا عملناه في الموقع بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا قلت مالكوش دعوه بالصور اللي انا حاططها، انا اخترت اي صور عشوائيه، لكن ده طبعا صوره مثلا ممثل مشهور. قلت الكلام ده الدرس اللي فات، لا انت اختار طبعا صور تكون ناس عاديه جدا من الفيسبوك او من جوجل او من اي مكان صور يكون بيسمح باستخدامها. بعد التستيمونيالز هروح على الفوتر، هو ده اللي اشرحه في هذا الجزء، لان دول انا مش لاقي ليهم يعني اهميه كبيرة، لان احنا بالفعل عبأنا المتجر بتاعنا بالمنتجات. فانا هروح للفوتر اللي هو هذا الجزء، هو اللي هتكلم عنه في هذا الفيديو ان شاء الله، وهو جزء مهم ان انت هنا تحط اللوجو بتاع الموقع بتاعك، السطر اللي بعديه وصف للموقع بتاعك، هنا شبكات التواصل الاجتماعي ولينكات ليها، هنا هتحط كويك لينكس، هتبدأ تحط اربع اعمدة موجودين كده في الويدجت. العمود ده عبارة عن ايه؟ العنوان اللي فوق هو عبارة عن منيو، يعني قائمة، وهعلمك ازاي بتعملها. والعناوين اللي تحتيه دي عبارة عن بوستات او اقسام للبوستات، كاتيجوريز او برودكت كاتيجوريز، اقسام منتجات او منتجات، او تكون روابط لبيج، يعني صفحات عندك في الموقع. بعد كده هنعمل طرق وسائل الموبايل، وسائل التواصل، فاكرينها اللي احنا كنا عملناها في الفوتر، عفوا في التوب هيدر فوق خالص هنا، اللي هي الوسائل دي هنكررها تاني تحت هنا في الفوتر عندنا. بعد كده هحط اللوجو في منطقة تسمى بالسب فوتر، اللي هي منطقة ما تحت الفوتر، هحط لوجو لوسائل الدفع بتاعتي، وهكتب هنا شعار الموقع بتاعي. تعالوا نطبق هذه الخطوات. اولا العمود ده زي ما قلنا كده، الاسم اللي فوق باسم منيو، والاسم اللي تحت اسم بوستات او اي حاجة. طيب تعالوا نمشيها بالترتيب مع بعض. هروح لأبيرنس، ومن خلال أبيرنس هختار ويدجتس. هتفتح قدامي الصفحة اللي هي موجودة قدام حضراتكم. اللي أنا عاوز أظبطه دلوقتي هي الفوتر ويدجت أريا 1، تمام؟ هروح للفوتر ويدجت أريا 1، هي إيه؟ هي المنطقة دي، تمام؟ اللي هي فيها اللوجو وديسكريبشن ووسائل التواصل الاجتماعي، عشان تبقى عارف أنت هتظبط في إيه. هاجي هنا لكلمة اس في أباوت أس انفورميشن، هضغط عليها وهختار ان هي دي الفوتر ويدجت اريا 1، وهضغط على اد ويدجت. اتضافت لي بالفعل تحت كلمه فوتر ويدجت اريا 1 ابلود ايمج، يعني ارفع صوره اللي هو اللوجو بتاع الموقع بتاعك، ارفعه زي ما شرحنا مع بعض. بعد كده بتكتب شورت ديسكريبشن، وصف قصير خاص بالمتجر بتاعك. ممكن تكتب مثلا كيب، انا بالنسبه للمتجر بتاعي كيب يور تيث سيف ويز اس، تمام؟ اجعل اسنانك في امان معنا. بعد كده هنا بتحط روابط مواقع التواصل الاجتماعي، الشبكه اللي انت عندك فيها صفحه بتبدا تحطها، يعني مثلا انت هنا تحط رابط الفيسبوك، هنا تويتر، هنا جوجل بلس، وهكذا. بتبدا تحط هنا لينكات صفحات التواصل بتاعتك. بعد كده بتبدا تعمل سيف للاعدادات اللي انت حفظتها بالفعل، ثم تذهب الى المتجر بتاعك وتبدا تعمل ريفرش للصفحه. زي ما حضراتكم شايفين تلاقوا الجزء اللي هنا نجحنا بالفعل فيه، ظهر لوجو للموقع بتاعك. طبعا هنا انا مختار اي صوره، فهتلاقي المقاسات يعني مش متظبطه، انت بقى اظبطها على الفوتوشوب لو انت محترف يعني في فن التصميم، او اشتري من فايفر لو انت بتحب شراء تصميم جاهز. بعد كده بتكتب هنا وصف للمتجر بتاعك، انا كتبت يور تيس سيف وز اس، وهنا شبكات التواصل الاجتماعي اللي انا حطيت اللينكات بتاعتها. انا حطيت اللينكات للفيسبوك وجوجل بلس واليوتيوب، لذلك هم اللي ظهروا لي. لو انت زودت هنا لينك تويتر ولينكد ان وبنترست هيظهروا لك هم كمان. المهم ان انت الفكره وصلتك في تظبيط هذا الجزء. ننتقل للجزء اللي بعديه اللي هو الفوتر ويدجت اريا 2. اجي هنا لكلمه كاستم منيو، هضغط عليها وهختار ان انا عاوزها تبقى فوتر ويدجت اريا 2، وهضغط على اد ويدجت. هتبدا بالفعل تضاف هنا. هنا انت لازم تختار منيو تكون بتاعتك انت، انا مجهز بالفعل المنيو من قبل الفيديوهات، تمام؟ لكن انا عاوز اعرفك برضو هي بتتعمل ازاي. عشان تعمل منيو بتيجي تقف على كلمة appearance، بعد كده تفتح منها منيوز اللي هي القوائم.
القائمة دي بتقدر تحط تحتها يا إما أقسام، يا إما منتجات، يا إما أي شيء أنت حبه من هذه الأمور اللي في الجنب. هتضغط على create a new menu إن أنت عاوز تعمل قائمة جديدة، وهتسميها الاسم اللي أنت حبه. أنا مثلا هسميها menu new أو new menu، أي حاجة، لأن أنا مش هستخدمها، أنا بس بعرفك الطريقة. بعد كده هضغط على create new، على create menu عفوا. هنا أنا بس مظبطتش الاسم، كده انا عملت منيو وسميتها نيو منيو. تمام، من خلال هذه الاقسام اللي في الجنب، سواء اقدر بقى احط في المنيو صفحات، اقدر احط فيها روابط لبوستات، اقدر احط فيها روابط لمنتجات، اقدر احط فيها كاستم لينكس، روابط لاقسام، برودكت كاتيجوريز، ووكوميرس اند بوينتس. طيب، في واحد ممكن يقول لي مثلا انا فتحت الصفحه وظهر عندي هنا بوست وبرودكت بس، الحاجات اللي تحت دي كلها ما ظهرتش، يعني انت بتظهرها منين؟ ببساطه بتروح فوق خالص في الصفحه وتضغط على كلمه سكرين اوبشنز، بتلاقي كل الحاجات هنا قدامك اهي، اسمها بوكسز اللي هي الصناديق، بتعلم على الصندوق اللي انت حابه يظهر. يعني انا هنا لو ضغطت على ووكوميرس اند بوينتس ونزلت تحت الاقي اختفى، تمام. لو جيت اعمل عليه صح تاني ونزلت ابدا الاقيه ظهر اهو، اللي هو كوميرس اند بوينتس. تمام، فانت من خلال القائمه العلويه هنا خالص بتضغط على كلمه سكرين اوبشنز دي، وتعلم صح على الحاجات اللي انت عاوزها تظهر. بعد كده تضغط عليها تاني وهي بيتم حفظها بشكل اوتوماتيك. انا مثلا في هذه الصفحه حابب احط روابط لمنتجات، هروح مسمي المنيو برودكت انها منتجات، واجي من هنا من كلمه برودكت المنتجات اضغط عليها، بيجيب لي كل المنتجات اللي في المتجر. انا بحدد مثلا على 3 4 منتجات انا حابب ان انا احطهم تبع هذه القائمه، وابدا اضغط على كلمه سيف منيو. يبقى كده تم عمل منيو بهذه الاقسام. عفوا، انا لما علمت ما دوستش اد تو منيو برودكت، تختارهم من هنا وبعدين تدوس اد تو منيو، هما يتم اضافتهم الى هذه القائمة. تم بالفعل اضافتهم. طيب لو انا عاوز اعدل في الترتيب، عادي جدا تبدأ تسحبها كده، تعمل دراج دروب عادي جدا، تبدأ تسحب وتحط المنتجات كده، ده هيبان ان المنتج ده يعني فرعي للمنتج ده، لكن لا انا هسحبه تاني للاول بحيث انه يبان ان الاربع اقسام او الاربع منتجات عادي تحت بعض، وهعمل سيف منيو. يبقى انا كده عملت منيو اسمها برودكت، وعملت فيها تحتها اربع منتجات. تمام، بهذه الطريقة انا عملت عندي اربع منتجات او اربع قوائم عفوا، للاربعه للاربعه ويدجت اللي انا هعملهم، او اللي انا هشتغل الاربع اعمده بتوع الويدجت اللي انا هعملهم. اعمل انت قائمه بقى، سميها بوستس، قائمه فيها ليتست بوستس مثلا وحط فيها لينكات بوستات، قائمه اسمها برودكت وحط فيها منتجات، قائمه اسمها كاتيجوريز وحط فيها اقسام الموقع بتاعك، يعني عادي جدا. هنا من خلال كاستم منيو انا مثلا هسميها اول واحده، هروح مسميها كويك لينكس انها روابط سريعه، وهختار من هنا كلمه كويك لينكس واعمل سيف. يبقى انا كده عملت الفوتر ويدجت اريا 2. هروح ل هل تم عمل سيف؟ لازم تتاكد انت لما تضغط سيف ان بالفعل تم الحفظ. هروح للصفحه الرئيسيه اللي عندي، ابدا اعمل ريفرش. زي ما حضراتكم شايفين ظهر هنا كويك لينكس، رابط يوديك للصفحة الرئيسية، رابط يوديك للأكاونت، لصفحة التشيك أوت، لصفحة للشوب، المتجر نفسه، للكارت، وهكذا. تلاقي هنا 5 لينكات. تمام، هنا أنا دلوقتي الدور على فوتر ويدجت أريا 3، هروح برضو لي كاستم لينك أو عفوا كاستم منيو، وهقول له إن أنا عاوزها كأريا 3، وهختار هنا مثلا قائمة البرودكت البلوجز مثلا، روابط للمدونة بتاعتي، وهكتب فيها هنا بلوجز، هعمل سيف. انا عملت منيو اسمها بلوجز وحطيت فيها روابط البوستات بتاعت البلوجز اللي عندي، عادي جدا. هروح بعد كده لي عاوز بقى الفوتر ويدجت اريا 4، هبدأ برضو من خلال الكاستم منيو، نفس اللي عملته في 2 هو اللي بعمله في 3، هو اللي بعمله في 4، هو اللي بعمله في 5. هروح لفوتر ويدجت اريا 4 وهضغط على اد ويدجت، من هنا هختار مثلا برودكت كاتيجوريز، وهبدا اسمي المنيو برودكت كاتيجوريز اللي هي اقسام المنتجات، وابدا اعمل سيف. بعد كده هروح للفوتر ويدجت اريا 5، هروح للكاستم منيو
واختار فوتر ويدجت اريا 5، هعمل اد ويدجت، هختار هنا البرودكتس وهكتب برودكتس، بعد كده هعمل سيف، هروح بعد كده للصفحة الرئيسية للمتجر بتاعي وابدأ اعمل لها ريفرش. زي ما حضراتكم شايفين اصبح عندي الهيدر موجود بشكل جميل، في اللوجو بتاع الموقع فورد انت مصممه او شاريه من خمسات، هنا وصف للموقع، هنا صفحات التواصل الاجتماعي بتاعتك لو حابب تزودها عادي جدا، تضيف بنترست وتويتر ولينكد ان، هنا انا عامل كويك لينكس، هنا روابط للبلوجز اللي عندي المدونه، ممكن طبعا هنا تبدا انت تظبط العناوين بحيث تخلي كل عنوان في سطر واحد بحيث تبقى زي دي، يبقوا جنب بعض كده، هنا البرودكت كاتيجوريز اقسام المنتجات، وهنا بعض المنتجات، المنتجات برضو اللي انت عارضها هنا يفضل ان انت تظبط اسمها تخليها موجوده في سطر واحد بحيث ان هي تبقى معروضه جنب بعض بشكل يعني اشيك شويه، تبقى شبه كويك لينكس كده او شبه البرودكت كاتيجوريز، ان كل حاجه مكتوبه في سطر واحد ما تبقاش واخده سطرين زي كده. بعد كده هنظبط الاريا اللي هي السب فوتر، سب فوتر اللي هي المنطقه اللي تحت الفوتر السطر ده، تمام. هروح ل ابيرنس، بعد ابيرنس هروح ل كاستمايز، بعد كلمه كاستمايز هننزل تحت خالص هنا نختار كوبي رايت مسج سيكشن، تمام، هو ده السب فوتر بتاع السيم ده، كوبي رايت مسج سيكشن، هضغط عليه. الكوبي رايت هنا، الكوبي رايت هنا اكتب فيه الاسم اللي انت حابب ان انت تظهره تحت، هنكتب مثلا، بعد كده اروح للصفحة الرئيسية وابدأ اعمل لها ريفرش، هتلاقي بدأ يكتب هنا تيث وايتنينج ستور. في هذا الجزء انا عاوز اعرض اللوجو الخاص بالبيمنت لوجو، بروح لجوجل البيمنت لوجو، انا كتبت هنا باي بال وظبطت الحجم ان هو 52 في 30، تمام، بتيجي من هنا الحجم تكتب 52 في العرض وفي الطول 30، بيظهر لك اللوجو ظاهره زي ما حضراتكم شايفين، تمام. هروح انا اللوجو خاص بالبيبال افتحه وتشوف وسائل الدفع اللي انت بتقبلها، تمام، الماستر كارد تبدا تفتحه، كلمه فيزا تبدا تفتح الصوره بتاعتها، لو انت بتقبل بالبيتكوين عادي جدا اكتب هنا بيتكوين، لو انت في المتجر بتاعك عاوز طريقة البيتكوين كطريقة دفع مش موجود هنا ليها صور جاهزة على هذا الحجم تقدر ان انت تظبطها عادي جدا بالفوتوشوب. كده انا عملت داونلود لكل الصور اللي موجودة او كل اللوجو اللي انا حابب ان انا استخدمها، بعد كده هبدأ ارجع للكاستمايز منيو عندي، هختار منها بايمنت لوجو سيكشن، تمام، ظهر عندي كذا قسم اختار انا اللي انا عاوزه، ظهر لحد 6 صور، انا هختار الصورة الاولى، ابدأ اعمل ابلود فايلز ومن خلال جهاز الكمبيوتر بتاعي ارفع الصور اللي انا لسه منزلها حالا. هنا انا رفعت صورة الباي بال، هعمل تشوز ايمج، بعد كده هعمل سيلكت ايمج تاني وابدأ اختار باقية اللوجو اللي عندي من خلال الجهاز. هنا زي ما حضراتكم شايفين انا رفعت صورة الباي بال والفيزا والماستر كارد والسكريل، هبدأ اعمل سيف اند ببلش، لو انت حابب تضيف اي صور تانية لبنوك الكترونية انت هتستخدمها في المتجر بتاعك ضيفها عادي جدا، وروح للصفحة الرئيسية بتاعتك واعمل ريفرش. جميل جدا زي ما حضراتكم شايفين تلاقي في هذا الجزء بدأت تظهر اللينكات اللي احنا حطناها او البنرات بتاعت البيمنت اللي احنا حطناها، طبعا الزائر وهو بيتصفح في الموقع بتاعك اول ما يجي لهذا الجزء ويشوف رمز الباي بال وبيبدأ يثق في متجرك اكتر، لان هم بيحبوا يشتروا من خلال الباي بال، وفي نفس الوقت انت عرفته ان حتى انت لو ما عندكش بيبال تقدر تشتري عن طريق الفيزا، عن طريق الماستر كارد، عن طريق السكريل، تقدر كمان تضيف البيتكوين، تقدر تضيف اي بنك انت حابب ان انت تضيفه. كده يبقى احنا عملنا الفوتر بتاعنا والسب فوتر في الموقع، اتمنى تكونوا حضراتكم استفدتوا من هذا الدرس. في نهاية الفيديو اشكركم شكرا جزيلا، كان معكم اخوكم رامي من قناة رامي عزت، ما تنسوش عمل سبسكرايب للقناة للاستمتاع بكل ما هو جديد وحصري على قناتنا على اليوتيوب، اشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.